كما تنعرفوا فأنا واحد مجموعة ديال العائلات والأسر تتعيش واحد الأزمة واحد الصدمة نفسية لما تقوم ديك المؤسسات المكلفة بحماية الأطفال بنقل الأطفال لديك المؤسسات أو تديهم لشي أسر لحضانتهم وتربيتهم. أنا هنا لا أتحدث عن الأطفال نتيجة العنف المنزلي أو الأسري، أنا أتحدث عن الأطفال اللي تيمشيو ظلما وعدوانا في واحد مجموعة ديال الدول، في إيطاليا، في إسبانيا، في فرنسا، في هولندا، في ألمانيا. هاد الأطفال هادو على الدولة المغربية أنها تدخل لدى نظيرتها ديك الدولة ديال الإقامة، مثلا فرنسا ولا إيطاليا ولا ألمانيا ولا هولندا ولا بلجيكا، في إطار ديك اللقاءات ديال المعاهدات أنها شرط بند في ديك الاتفاقيات باش تعطي الحق للدولة المغربية أنها يمكن لها تدخل باش تحمي الأطفال المغاربة في إطار اتفاقية جنيف ديال حماية الأطفال، في إطار الميثاق ديال الأمم المتحدة، لأنه لا يعقل أن الأطفال صغار مظلومين والأسر ديالهم مظلومين أنهم يديوهم لعند أسر اللي ديانتهم مختلفة عن الديانة ديال العائلة، ثقافتهم تقاليدهم عاداتهم. فالطفل دائما خصو يعيش في الأمان والطمأنينة، ماشي أنه في الأخير هاد الأطفال يصلحوا في الانحراف في الشوارع، وكاين اللي كيتم الاستغلال ديالهم بحجة أن الأسرة ما تستطاعش ولا أنه الوضعية المادية، ولا لأنه كاين بعض المؤسسات اللي تتفتش واللي تتستفد بتكون عندها بيت هاد الأطفال. إذن الدولة المغربية، الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين في الخارج، الوزارة ديال الأسرة حماية الأسرة، الوزارة ديال الخارجية، على مؤسسات الحسن الثاني ديال المغاربة القاطنين في الخارج، أنهم يتحركوا بسرعة من أجل دعم هاد الأسر وحماية هاد الأطفال، لأنه في آخر المطاف هما أطفال بجنسية مغربية، لأن لما تتكون الأم مغربية فتتكون الجنسية ديال الطفل مغربية. وهنا الدولة المغربية خصها تكون قوية خلال المباحثات ديالها في الاتفاقيات الثنائية أنها تطرح هذه المسألة هذه باش ما يضيعوش هذا الجيل ديال الأطفال اللي ضائعين اللي مظلومين. فحماية الطفل هي ضرورية، فحتى جمعيات المجتمع المدني ولا الجمعيات المختصة في هذا الشيء ديال الأطفال ما غيمكن ليهمش يشتغلوا إذا ما كانش واحد الدعم من لا الدولة ولا كذلك في دول الإقامة والمنظمات التي تسهر على التطبيق الحقيقي لحقوق الأطفال وليس من أجل الكسب وانتهاك هذا الحق ديال الطفل البريء اللي مازال عاد في الحياة ديالو، وانت تتحرمه من الأم ديالو، من الأب ديالو، من الإخوان ديالو، من الأخوات ديالو. فعلينا جميعا أن نشتغل في هذا المجال ديال
حماية الأطفال المغاربة أو من أصل المغرب.